اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج انفاس بيزنس. نستضيف معنا اليوم سي سعيد امغدير، وذلك لفتح النقاش حول اليه الصكوك كاليه للتمويل، ليس فقط تمويل الابناك التشاركيه بل تشمل تمويل الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى، مع العلم أن أول إصدار للصكوك في المغرب كان سنة 2018 بقيمة 1 مليار درهم. أهلا وسهلا سي سعيد، مرحبا بك. شكرا سي علي على الاستضافة. مرحبا سي سعيد. بداية نتكلم دائما عن المالية التشاركية، بغينا سي سعيد نبسط المفهوم ديال الصكوك، تعريف ديالها. شكرا، سؤال في محله. بزاف ديال يعني مرات تكلمنا على السكوك، وحال الوقت انا نفسروهم ونفسروا للمشاهدين ما معنى السك. السك او سكوك هو جمع ديال سك، هي واحد الاوراق ماليه متساويه القيمه وعندك فيها واحد الحصه شائعه، بمعنى انه تكون عندك واحد المشروع ولكن ما عندكش واحد الحصه معينه، تكون عندك حصه في واحد المشروع بأكماله، وبالتالي كتكون هذه الورقة المالية هي اللي كتخولك أو تعطيك الحق في أنك تأخذ واحد العائد، واحد المردود، والحق أنك في الأخير يعني الريشيونس في الأخير ديال الإصدار أنك تحصل على المال اللي دفعتيه في الأول. وبالتالي هذه الطريقة كتتمكن يعني الناس أو السكان باش يساهموا تطوير مجموعه من المشاريع. غادي نشوفوها معك، يعني المشاريع الكبرى او المشاريع ديال الابناك التشاركيه والتكافل. نعم سي سعيد، القانون الجديد ديال الصكوك تناول اصدار مجموعه من الانواع ديال الصكوك، ما هي انواع هذه الصكوك؟ شكرا. دونك الصكوك هناك مجموعه ديال هناك انواع ديال الصكوك. اول الصكوك اللي بدينا بهم في الشركه في الماليه التشاركيه هما صكوك الايجار. لاحظوا انه غادي كاين واحد الصوره كتهضر على السكوك الاجاره. في الحقيقه هي واحد الطريقه سهله، انه حنا اي واحد عنده المال الا كيحاول انه يحصل على واحد العائد او المردود، هذاك العائد المامول كرونمون اسبيري غادي يحصل عليه، ولكن خصو يستثمر في واحد المشروع. حيت في الماليه التشاركيه تنقولوا الغنم بالغرم، نو ريسك نو جين. يعني الانسان اللي ما تياخذش مخاطر ما غاديش ياخذ العائد، دونك ضروري خصنا ديما ناخذ واحد الشيء ديال المخاطر، ولكن في السكوك المخاطر راه محدوده. وبالتالي فاش كيكون الاستثمار في واحد المشروع، هذاك المشروع تيعطي ارباح، وهذوك الارباح كتوزع بواحد الطريقه متساويه بين الحملات ديال السكوك. شحال هذه كنا كنهضروا على لونبرا ناسيونال، كان نعم. القرض يعني الوطني، هذا نعم. كان يعني في الماليه الكلاسيكيه. في الماليه التشاركيه يمكن لنا نخلقوه، ولكن عوض ما يكون واحد العائد محدد معروف من الاول، كيكون واحد العائد كنسميه العائد المامول، لان المشاريع يمكننا نديروا واحد العائد اكبر من العائد بخلاف في الماليه التقليديه تيكون العائد هذا. نعم. وهنا كاين واحد الاختلاف. نعم. احنا الماليه التشاركيه خصها تكون كتلبي القناعات، الناس تيفهموا هاد المسائل، انه فاش يكون عندك العائد محدد ومعروف هذا تنكونوا في يعني في واحد المسائل اللي ما غير شرعيه. احنا كنمشيو في المسائل اللي تكون فيها يعني المردود كيختلف على حسب المشاريع وعلى حسب يعني الظرفيه الاقتصاديه. نعم. كيكون ديما عندنا واحد العائد مامول اللي كنحاولوا حنا نحصلوه باش نوزعوه ما بين المشتركين. نعم سي سعيد، الاصدار الاول كان في سنه 2018، يتعلق الامر بصكوك الاجاره، المده ديالو خمسه سنوات. حاليا انتهى الاجل ديالو. واش كاين شي في 2022 كاين شي اصدار مقبل تشتغل عليه السلطات الماليه المختصه؟ شكرا، سؤال في محله. السكوك اللي تم الاصدار ديالها في 2018 وصلت ليشيونس ديالها، يعني الاطفاء ديالها في 2023. دابا عندنا كاين واحد المشروع في 2024 غيتم اصدار سكوك جديده، وحنا كنأملوا انه الاصدار يتسرع شويه في الوقت، لانه
مجموعة من الأبناك وشركة تأمين وبعد صناديق الاستثمار تيبحثوا على هذا النوع من الأوراق المالية، لأنها كتعطي واحد العائل كيف قلت لك قبيله، واحد العائل المأمول يعني كي 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 يعني كي كيرتفع على حسب الظرفية. والظرفية الآن ديال المغرب 2024 حتى 2030 واحد الظرفية ملائمة جدا للاستثمارات. نتمنى الله تكون عندنا غير واحد سقوط أمطار مهمة باش يكون عندنا إن شاء الله اكتفاء ذاتي في الماء، ونطوروا المشاريع اللي غادي إن شاء الله نخلقوا بها فرص شغل. عندنا أول مشروع هو الحوز اللي نقص البناء ديال هذه المنطقة، إعادة الإعمار. عندنا لكان يعني المسابقة الإفريقية لكرة القدم، الإفريقي كأس إفريقيا ومونديال 2030، وكاين المونديال في 2030. وعندنا واحد المشروع كبير جدا اللي سميتو الغازوديك او انبوب الغاز اللي غيجي من المغرب للنيجيريا، هاد بغيتو نشوفو. نعم. شكرا. نعم، بالنسبه للابناك التشاركيه في الانطلاقه ديالها ومن بعد الشركه التامين التافولي، كان هناك حاجيات ديال اعاده التمويل. بالنسبه للدور ديال السكوك، كيفاش يمكن سي سعيد ان تساهم في اعاده التمويل في المنظومه ديال الماليه التشاركيه؟ هما السكوك فاش نخلقوا السكوك يعني في السوق، هذاك المالك ديال هذاك السك يمكن له يخلق واحد السيوله كيبيع هذاك السك. مثلا البنك محتاج للسيوله كيبيع السك للبنك اخر او الشركه ديال التامين التكافلي او شركه الكلاسيكي، حتى هما يمكن لهم يشريو السكوك. وكان بهذه العمليه كنخلقوا السيوله، يعني الشركات اللي عندهم خصاص في السيوله يبيعوا هذاك السك وياخذ السيوله، وفاش يكون عنده الفائض كيشري عاوتاني السك. يعني هذاك السك هو طريقه، او السكوك هما طريقه لخلق السيوله وضخها في هذيك المنظومه الماليه التشاركيه. نعم سي سعيد، كاين واحد توجه عالمي نحو اعتماد السكوك الخضراء، كيف تفسر ارتفاع هذا النوع من هذا السكوك؟ شكرا جزيلا، هذا سؤال مهم، لان دخلنا في التنميه المستدامه، وبالتالي لازم ان الماليه التشاركيه تخلق منتوجات اللي كتواكب هذا الوتير. المغرب الحمد لله بفضل التوجيهات الملكيه مشينا في واحد الاتجاه ان المغرب خصو يكون رائد في هذا المجال. دونك لاحظنا انه في الطاقه الشمسيه مشينا في واحد الاتجاه صحيح، نعم ليوليان الطاقه الريحيه، وخاص السكوك نفكروا انه يكون عندنا سكوك جرين سكوك او سكوك الخضراء. اول فكره انه عندنا انبوب الغاز اللي غادي يجي من نيجيريا حتى المغرب ان شاء الله. هذوك 14 دوله اللي كاينه في المحيط الاطلسي واللي غادي تشارك في هذا يعني في هذا الاستثمار الضخم والاخضر. هادوك الدول من بعد منها حنا عندنا اتصال بعد الدول بحال لاكوت ديفوار بحال السنغال، اللي كاين واحد الافكار انه نساهموا بواحد السكوك خضراء للاستثمار. شحال تمويل الحجم الاجمالي ديال المشروع؟ يعني تقدر تمول السكوك الخضراء الاجمالي ديال هذا المشروع راه تقريبا راه 25 مليار ديال الدولار، يعني حجم بالي كبير. نعم. ولكن بالسكوك ما غاديش نديرو 25 مليار، لان شي كثير واحد جزء فقط جزء منه. نعم. علاش؟ لان البنك الاسلامي للتنميه لابيد لابنك اسلاميك ديفلوبمون هو واحد الشريك استراتيجي في هذا الانبوب. نعم. وبالتالي هو تيشتغل بهذه الطريقه، وحنا الحمد لله المغرب وصل لواحد يعني واحد الدرجه من الانفتاح، بالتالي يمكن لينا نشتغلوا بهذه الاوراق الماليه اللي هما مطابقه للشريعه وداخله في الاستراتيجيه ديال البنك الاسلامي للتنميه. نعم سي سعيد، هناك عده دول نجحت في اعتماد السكوك في مجموعه من الدول، ما هي سي سعيد؟ صحيح جدا، مجموعه من الدول كانت سباقه في هذا الميدان، كان لي بي سويد است ازياتيك، الدول ديال اسيا ديال اسيا، ماليزيا اندونيسيا مشاو في هذا الاتجاه، كاينه تركيا وكاين دول ديال الخليج. يعني تقريبا الا بغيت نعطيك غير واحد يعني معلومات. نعم. تقريبا وقع ما اكثر من 192 اصدار. نعم. وفي هذه السنوات الاخيره يعني تقريبا 20 مليار ديال الدولار، يعني واحد الكم هائل، فيها 60%
خضراء جرين، وفيها تقريبا 41% كنسميها سستينبل، يعني فيها الاخضر وفيها السوشيال اقتصاد. يعني عندنا واحد الطريقه جديده باش يمكن لنا نخلقوا مشاريع ويكون عندها طبع الاخضر، وبالتالي تكون يعني محافظه على البيئه. وكندخلوا المغرب في واحد خانه ديال الدول اللي كتحافظ على البيئه واللي كتحاول انها تكون رائده في هذا الميدان. نعم، شكرا جزيلا سي سعيد على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد.